بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة كلية طب سنة أولى طب بشري نظام حديث، أهلا بيكم في كل مكان. معاكم دكتور أحمد فريد، مدرس أناتو إمبريولوجي كلية طب جامعة عين شمس. بنستكمل مع بعض مجموعة فيديوهات أونلاين ريجونال أناتومي كورس بتاعنا اللي بنتكلم فيها بالتحديد عن الأوفر فيو أوف ذا أبدومين، وكنا بدأنا مجموعة فيديوهات جديدة بتتكلم عن البيريتونيوم. خدنا الفيديو اللي فات على طول ديفينيشن أوف ذا بيريتونيوم عشان نفهم الكونسبت بتاع البيريتونيوم، وعرفنا الريليشنز بتاعت الاورجنز للبريتونيوم وقسمناها اتنين مين بارتس، اما انترا بريتونيال وعرفنا دول بالظبط يعني ليه سميناهم انترا بريتونيال، او ريترو بريتونيال اورجنز. هنخصص الفيديو ده للانترا بريتونيال اورجنز بس، وهرجع افكرك تاني بتعريف الانترا بريتونيال اورجنز ما تقلقش. زي ما انت شايف الانترا بريتونيال اورجنز هم اللي بيبقوا سسبندد within the peritoneal cavity by folds، يعني بيعملوا انفيجن من الخلف للبريتونيال ساك، ويقوم البريتونيوم اللي مغطيهم يبقى اسمه فيسرال بريتونيوم، واللي بره ده اسمه برايتال بريتونيوم، ولو دخلوا جوه الساك قوي قوي هتلاقيهم متعلقين بفولد. هذه الفولدز يعني ده اسمه فولد وده اسمه فولد، ده بريتونيال فولد وده بريتونيال فولد وده بريتونيال فولد، تمام؟ واللي ورا ده برضو يعتبر بريتونيال فولد اللي هو معلق الاورجن بالبرايتال بريتونيوم. الفولدز دي بيخش فيها المين نيرفز اند فيسلز المسؤوله عن تغذيه الاورجن ده. يعني لو الاورجن ده قدامي وانا واخد فيه ساجيتال سيكشن متعلق بالفولدز دي، هتلاقي فيه بلاد فيسلز ماشيه في الفولد ده كده، والاورجن ده هيخش له البلاد فيسلز من الاورطه اللي موجود في البوستيريو ابدومينال وول برضو عن طريق الفولد ده كده، والاورجن ده هيجي له البلاد فيسلز والنيرفز بتاعته تخش عن طريق الفولد ده تغذيه. ماشي؟ الفولدز دي اساميها بتتغير حسب الاورجن. يعني لو كان الاورجن اللي متعلق بالفولد ده الليفر او السبلين يعني الكبد او الطحال، هنسمي الفولد اللي معلقه ليجامنت، هنسمي الفولد اللي معلقه ايه؟ ليجامنت. اما لو كان الاورجن ده معده، هنسمي الفولد اللي معلقها اومنتوم. يعني لو دي المعده هيبقى الفولدز اللي معلقينها اسمهم اومنتوم. طب لو كان الاورجن اللي متعلق ده سمول انتستين امعاء دقيقه، يبقى الفولد اللي هيبقى معلقه اسمه ميزنتري. طيب لو كان قولون، هيبقى الفولد اللي معلقه اسمه ميزوكولون. ميزوكولون، وادي الصوره اللي ظهرت فوق على اليمين دي، بفكرك تاني ان ده البرايتال بريتونيوم. قام جاي الاورجن عمل له انفيجن من الخلف لدرجه انه دخل جوه الساك خالص، وبقى متغلف بفيسرال بريتونيوم اهو، ومتعلق في البرايتال بريتونيوم بهذا الفولد. ولو كانت دي قطعه من الانتستين هيبقى الفولد بتاعها اسمه ميزنتري. تمام؟ لو بصيت بقى في الساجيتال سيكشن ده، وانا قلت لك يفتكر الصوره بتاعت الايد اللي دخلت تعمل انفيجن للبالونه من الخلف، قلت لك مشكله الابدومن ان احنا عندنا كذا ايد كذا اورجن، يعني هي بالونه واحده وداخل فيها كذا اورجن، فهنلاقي ان الاورجنز قسموا نفسهم لبارتيشنز. بارتيشنز، كل بارتيشن هنتفرج عليه ونعرف ايه الفولدز اللي معلقاه في البوستيريور ابدومينال وول او في البرايتال بريتونيوم بتاع البوستيريور ابدومينال وول. اول بارتيشن عندنا البارتيشن اللي فيه الكبد، ذا ليفر. بص معايا كده، ادي ساجيتال سيكشن، ادي الاورطة والانفيرو فينا كافا اللي انا درستهم لما اتكلمت على الفيسلز بتاعت البوستيريور ابدومينال وول. ماشي؟ نزل عليهم البرايتال بريتونيوم. ماشي؟ عليهم، وقام مبطن الابدومينال وول داير ما يدور، وطلع فوق لقى الدايفرام قام مبطنه، قام الكبد داخل فيه من الخلف وقام متغلف بالفيسرال بريتونيوم اهو، بقى متعلق بالبرايتال بريتونيوم سسبندد في الدايفرام. البرايتال بريتونيوم اللي على الدايفرام بايه؟ بليجامنتس هنعرف اسميها رايت تراينجولار ليجامنت اهو. بص كده، لو انا بقى باصص على الكبد فتحت بطن العين ودخلت على الكبد، هلاقي الدايفرام فوق اهو، الحجاب الحاجز، الكبد متعلق فيه. بص، متغلف بالبريتونيوم ومتعلق في الدايفرام بالرايت ترينجولار ليجامنت. الرايت لوب الفص الايمن للكبد متعلق برايت ترينجولار ليجامنت، الفص الايسر بتاع الكبد متعلق بليفت ترينجولار ليجامنت، وبين الاثنين فصين بتوع الكبد عندي الفالسي فورم ليجامنت، او الليجامنت عامل شبه المنجل، فالسي فورم او شبه الهلال، اللي معلق الفصين بتوع الكبد من بينهم بالدايفرام وبالانتيرو ابدومينال وول. تمام؟ يبقى دي اول بارتيشن، لما الكبد يخش يعمل انفيجن للبريتونيال ساك من الخلف ويبقى متغلف بفيسرا بريتونيوم كده، هتلاقيه متعلق في الدايفرام بالثلاثه ليجامنتس دول.
الرايت لوب متعلقه بالرايت ترينجولار ليجامنت، الليفت لوب متعلقه بالليفت ترينجولار ليجامنت، وبين الاثنين لوبس في ليجامنت ثالث اسمه فالسي فورم ليجامنت. طب تعالى نشوف البارتيشن الثاني. البارتيشن الثاني اللي فيه المعده، اللي فيه المعده الاستومك، ده ساجيتال سيكشن في المعده. لما نيجي ندرس المعده ان شاء الله ونعرف تفاصيلها، هتعرف ان ليها ليسر كيرف، يعني منحنى صغير اللي هو الرايت بوردر بتاعها الحرف اليمين بتاعها، وجريتر كيرف منحنى كبير اللي هو الحرف اليسار بتاعها. فقال لك هي لما نزلت عملت انفيجن للبريتونيوم من الخلف، لقت نفسها متعلقه في الكبد بفولد ماسك في الليسر كيرف بتاعها، وخارج منها بعد ما البروتونيوم غلفها خرج من الكريتر كيرف بتاعها فولد تاني. هنسمي الفولد اللي نازل من الكبد، يبقى البريتونيوم بص مغلف الكبد ازاي الفيسرا بريتونيوم، وقام نازل راح للمعده مسك في الليسر كيرف وقام فاتح مغلف المعده وخارج من الجريتر كيرف، هيبقى اللي ماسك في الليسر كيرف اسمه ليسر اومنتم. اسمه ايه؟ ليسر اومنتم. اهو بص انا هنا رفعت الكبد لفوق ازاي، هلاقي فيه فيسرا البريتونيوم ماسك بين الكبد والليسر كيرف اوف ذا معده، اسمه ليسر اومنتم. طب واللي خارج من الجريتر كيرف بتاع المعده اسمه جريتر اومنتم. ادي الجريتر اومنتم، بص بقى عمل ايه على الصوره دي، ركز معايا. الجريتر اومنتم ده خارج من الجريتر كيرف اوف ذا ستومك، عامل زي الملايه اللي ليها طبقتين بالظبط، نزل تحت 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 وقام متني على نفسه ورجع فوق تاني، زي بالظبط اما تكون ماسك قطعه من القماش ليها طبقتين نزلت بيها تحت 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 شويه وقمت تانيها ومرجعها لفوق تاني، فكأن بقى الجريتر اومنتم ده له اربع طبقات، طبقتين قدام اللي نزلوا لحد تحت خالص، واما عمل ريفليكشن على نفسه ورجع يطلع فوق تاني بقى له طبقتين ورا، يبقى نعد مع بعض، ادي طبقتين قدام وطبقتين ورا تاني، بس هو نفس الجريتر اومنتم. انا ليه قلتها؟ لان للاسف مكتوب عندكم في الكتب انه بينزل وبيلف حوالين نفسه عشان يعمل انتيرو تو لايرز وبوستيرو تو لايرز. بص معايا هنا كده اهي الملايه اللي بقول لك عليها، اهي خرجت من الجريتر كيرف اوف ذا ستومك ونزلت تحت 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 وهوب قامت متنيه على نفسها ورجعت فوق تاني، انتنت على نفسها ورجعت فوق تاني، فبقى كأن في اتنين لايرز قدام واتنين لايرز ورا وقاموا مغطيين الامعاء زي ما انت شايف. هنا بقى ما قدرتش اشوف الامعاء الا لما قطعت الجريتر اومنتم ده، قطعته علشان اشوف الامعاء اللي تحتي. يبقى بمنتهى البساطه البارتيشن الاولاني كان فيه الكبد، الكبد دخلت جوه البريتونيوم من الخلف وقامت متغلفه في فيسرا البريتونيوم واتعلقت في الدايفرام برايت ترينجولار ليجامنت وليفت ترينجولار ليجامنت وايه وفالسي فورم ليجامنت، وبعدين الفيسرا البريتونيوم اللي مغلف الكبد ده نزل من الكبد عشان يغلف المعده هي كمان، فبقى اللي بين الكبد والليسر كيرف اسمه ليسر اومنتم، واللي بين الجريتر كيرف نزل منه اسمه جريتر اومنتم. عمل ايه بقى الجريتر اومنتم؟ نزل 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 لتحت وقام لفف على نفسه ورجع تاني عشان يغلف الاورجان اللي بعد المعده اللي هو البارتيشن الثالث اللي هو الترانسفيرس كولون. بس قبل ما اخش على البارتيشن الثالث هقول لك ان ادي الكبد اهو وادي المعده، خرج من الكبد فيسرال بريتونيوم مسك في الليسر كيرف وقام مغلف المعده، خرج من الجريتر كيرف الجريتر اومنتم. ماشي شايف الصوره دي جميله قوي، الصوره اللي على اليمين ادي الليسر اومنتم ماسك في الليسر كيرف اوف ذا ستومك، ادي الجريتر اومنتم خارج من الجريتر كيرف اوف ذا ستومك، بص 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 نازل وقام لفف على نفسه وراجع ورا تاني، نازل وقام لفف على نفسه وراجع ورا تاني. الصوره دي جايه اوبليك كده، ودي صوره على فكره بيبي صغير لسه الاورجنز بتاعته بتتكون بس عجبتني قوي. ادي الجريتر كيرف نزل وقام لف حوالين نفسه تاني رجع لورا تاني، وقام الجريتر اومنتم ده اتخلق جواه الطحال السبلين والكليه ورا اهي، فتقسم الجريتر اومنتم لاثنين ليجامنتس، ليجامنت بين المعده والسبلين اسمه سبلينكو او جاسترو سبلينك ليجامنت، وليجامنت بين الكليه الشمال والسبلين والطحال اسمه لاينو رينال ليجامنت او سبلينكو رينال ليجامنت. بس كده مش عايزك تعرف اكتر من كده، ان الجريتر اومنتم اللي نازل من الجريتر كيرف اوف ذا ستومك ده ربنا خلق جواه الطحال، فاما قسمه الجزء يربط المعده بالطحال اسمه جاسترو سبلينك ليجامنت، وجزء يربط الطحال بالكليه الشمال اسمه لاينو رينال ليجامنت. ويبقى كده الجزء بقى اللي مستخبي ورا المعده بالمنظر ده، مستخبي ورا المعده ورا الكبد، هيبقى اسمه ليسر ساك اوف ذا بريتونيال كافيتي، والجزء اللي قدام المعده اللي موجود وقدام الانتستين وبقيه البطن اسمه جريتر ساك اوف ذا بريتونيال.
تمام؟ بص معايا كده، يبقى ادي كده كل البريتونيال كافيتي ده اول ما تفتح الانتيرو ابدومينال وول بقيت انت موجود في الجريتر ساك. اما وجود الليسر ساك بين الكبد والمعده والجريتر ساك بعد المعده، ينزل الجريتر الليسر اومنتم بين الكبد والمعده وبعدين الجريتر اومنتم ينزل ويقوم رافع نفسه وراجع تاني، فقام اتخلق سبيس تاني من البريتونيوم، بارتيشن تاني او جزء تاني اسمه الليسر ساك اللي مستخبي ورا المعده والليسر اومنتم. اما الجزء الخارجي ده اللي هو اول ما تفتح بطن العيان تلاقي نفسك في الجريتر ساك. ولو مش فاهمها قوي دلوقتي اصبر على نفسك لحد ما تاخد الدايجستيف سيستم هتفهمها ان شاء الله. تعالى للبارتيشن الثالث، هو اللي فيه ترانسفيرس كولون القولون المستعرض، وده هتلاقيه متعلق في البوستيريو ابدومينال وول بالترانسفيرس ميزو كولون. وخلي بالك ادي اهو الجريتر اومنتم رجع لقى الترانسفيرس كولون، اما غلفه اهو بقى ده فيسرال بريتونيوم اوف ذا ترانسفيرس كولون، واما متعلق بالبوستيريو ابدومينال وول بالايه؟ بالترانسفيرس ميزو كولون. وقال لك خلي بالك ان الترانسفيرس كولون انا مش هشوفه الا لما اقطع الجريتر اومنتم اللي هو نزل طبقتين، نزل وقام لف على نفسه وراجع تاني، لازم ارفعه كده فوق زي ما بفتح كبوت العربيه او اقطعه خالص اقصه عشان اشوف الترانسفيرس كولون قدامي. البارتيشن الرابع هو بمنتهى البساطه اللي فيه السمول انتستن، اللي فيه السمول انتستن، وعشان هي لوبس كتيره قوي 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 كده هتلاقيها اتعلقت بميزنتري، الفولد بتاعها اسمه ميزن. بص كل ديت اللوبز بتاعت الانتستن عشان كويلد وملفوفه على بعضها، لما اخد ساجيتال سيكشن هتبان قدامي مجموعه من الانابيب كده، تمام؟ متعلقه بده اللي اسمه الميزنتري. وخلي بالك ده عامل شبه المروحه، فان شيب، شايف الصوره دي جميله ازاي؟ كل السمول انتستن اهي، كل الامعاء الدقيقه اهي، متعلقه بايه؟ من ورا، متعلقه بفولد عامل زي المروحه اسمه ميزنتري. لما فتحت فيه شباك لقيت الاوعيه الدمويه المختلفه اللي رايحه تغذي السمول انتستن، تمام؟ واخر بارتيشن عندي خالص اللي هو البارتيشن الخامس اللي هو فيه السيجمويد كولون او القولون الحوضي على الناحيه الشمال اللي عامل زي حرف الاس اهو، هتلاقيه متعلق في البوستيريور ابدومينال وول في البرايتال بريتونيوم بالسيجمويد ميزو كولون، والابندكس او الزايده الدوديه على اليمين هتلاقيها متعلقه بالميزو ابندكس. يبقى اي قولون هتلاقيه متعلق بميزو، الترانسفيرس كولون هتلاقيه متعلق بالترانسفيرس ميزو كولون، السيجمويد كولون هتلاقيه متعلق بالسيجمويد ميزو كولون، والابندكس هتلاقيها متعلقه بالميزو ابندكس. وعايز افكرك ايه الميزو كولون ده او الميزنتري ده او الاومنتم ده؟ ده الفولد اللي معلق الاورجن في البرايتال بريتونيوم بتاع البوستيريور ابدومينال وول بعد ما الاورجن عمل انفيجن للبريتونيال ساك من الخلف، تمام يا شباب؟ يبقى انا كده عندي الخمسه بارتيشنز بتوع البريتونيوم. هنبداه تاني من الاول من فوق خالص، طلع الكبد عمل انفيجن للبريتونيوم من الخلف وقام متعلق في الدايفرام بثلاثه ليجامنتس، وبعدين خرج الفيسرال بريتونيوم من الكبد ونزل يحوط المعده فبقى اسمه ليسر اومنتم، خرج من الجريتر كيرف بتاع المعده جريتر اومنتم، نزل تحت قوي 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 وقام لافف على نفسه ورجع فوق تاني قدام الامعاء، وانتهى بانه عمل لنا الترانسفيرس ميزو كولون. واول ثلاثة بارتيشنز دول ممكن اعتبرهم طبقه اورجانز واحده موجودين في مستوى واحد. بعد كده السمول انتستن تتعلق بحاجه اسمها ميزنتري عامل شبه المروحه فان شيب، واخيرا البارتيشن الاخير تحت اللي هو القولون الحوضي او السيجمويد كولون اللي عامل زي حرف الاس يتعلق بسيجمويد ميزو كولون، او الزايده الدوديه تتعلق بميزو ابندكس. قبل ما انهي الفيديو عايزك تعرف مبدا واحد بس، انا مش عايز تفاصيل خالص في البريتونيوم لانه متقدم قوي على مستواكوا دلوقتي وانتوا لسه في سنه اولى. كل اللي انا عايزك تعرفه ان الاورجنز اللي انا قلتها دي داخله جوه البريتونيال ساك من الخلف وبقت متغلفه تقريبا كلها داير ما يدور بفيسرال بريتونيوم، ومتعلقه بالبرايتال بريتونيوم بتاع البوستيريو ابدومينال وول بفولد، الفولد ده بيحتوي على البلاد فيسلز والنيرفز بتاعه الاورجنز دي، وبغير اسم الفولد ده وبغيره على حسب الاورجن، لو كان كبد بيبقى ليجامنت، لو كان ستومك بيبقى اومنتم، لو كان كولون قولون او عاق غليظه يبقى ميزو كولون، لو كانت امعاء دقيقه سمول انتستن يبقى ميزنتري. الى هنا اصل لنهايه الفيديو ده، الى اللقاء في الفيديو القادم اللي هتكلم فيه على الريترو بريتونيال اورجنز. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.